من جانبه أشار علاوي إلى أن الدستور الحالي لم يكتب من فقهاء القانون ولم نطلع عليه أثناء الكتابة. الدستور العراقي هو ابن قانون إدارة الدولة الذي كتب من قبل كتاب أجانب. فدا يناقشون قانون إدارة الدولة اللي هو الدستور مؤقت. طلعوا الجماعة الكاتبين كل سنة يطلع واحد إنجليزي واحد أمريكي واحد على أنا كتبت هذا النص لأن كذا. فإحنا قلنا لهم ما له علاقة بالعراقي، ما له علاقة. قلنا لهم هذا شلون يكتب واحد ما يعرف شنو العراق، شنو نشاطه الاجتماعي، شنو مشاكله ومكوناته وش يحتاج له. فالدستور هو ابن هذا إدارة الدولة، ابن قانون إدارة الدولة، واللي كتبوه ما سياسيين أو يعني أنا أعرف الأساتذة الكبار بالقانون الدستوري ما حد اشترك ولا حسألهم ولا نعرض عليهم. بالمناسبة كان الله يرحمه دكتور مالك دوهان الحسن نقيب المحامين، فعمل لجنة لوضع دستور مؤقت. فكان أكو عندنا تصورات، يعني أنا كنت عضو بها، بعض الأساتذة الكبار في القانون الدستوري، أحد دار الهبال أحد دار الهبال ولا أحد، حتى قسم منهم اتصلوا بعض المراجع الدينية بالنجف الأشراف عرضوا ورحبوا بالفكرة وناقشوهم وياها، بس ما يعني ما لاقت ما حد انتبه لهذا ولا حد شافه يمكن أصلاً.